أمسك الغراب إحدى رياشه وغمسها بسطل الرماد، فخرجت الريشة سوداء لامعة. وقف أمام البومة وبدأ بتلوينها، فأعطاها خطا أسودا تحت عيناها، ومن ثم رفع جناحها الأيمن ورقت الريش القابع تحته، ومن ثم رفع جناحها الأيسر ورقت المنطقة المماثلة، ومن ثم التف إلى خلف البومة وبدأ بترقيط الريش الذي كان على ظهرها، ومن ثم رسم الخطوط على ذيلها، ومن ثم انحنى أمامها وغطى ريش قدماها باللون الأسود بالكامل. أخذ وقتا طويلا وعناية فائقة بكل التفاصيل. عندما انتهى فردت البومة جناحاها وأعجبت كثيرا بما رأت، فرحت فرحا شديدا، فأحضرت حذاء طويل للرقبة وأعطته للغراب شاكرة له على عمله. والآن حان دورها.